بس تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد النهاردة طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وكمان في الصباح الباكر، وهيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك، أخبار الجو النهاردة إيه؟ احنا طبعا اليوم هنشهد انخفاضات طفيفه في قيم درجات الحراره عن امس بمعدل درجتين، لان بالامس كان ذروه ارتفاع قيم درجات الحراره وسجلنا عظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه خلال فتره النهار. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 32 درجه مئويه، هي طبعا رغم الانخفاض ما زالت اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي درجتين، لان لسه مصادر الكتل الهوائيه اغلبها كتل هوائيه جايه من شمال شبه الجزيره العربيه، فبالتالي هي كتل هوائيه صحراويه، فده اللي بيخليها اعلى من المعدلات رغم الانخفاضات. الانخفاضات المحسوسه هتكون في المناطق السواحل الشماليه الغربيه لانها تبدا تتاثر اكثر بالكتل الهوائيه الشماليه. فاليوم مستمر معانا الطقس نقدر نوصفه ان هو الطقس الحار في معظم محافظات الجمهوريه، خاصة كمان في المحافظات الداخلية بشكل كبير، ما زالت كمان محافظات الصعيد قيم درجات الحرارة عليها مرتفعة بشكل كبير خلال فترات النهار، ويسجل عظمى على محافظات الصعيد متوقع في جنوب الصعيد ما بين 38 و39 درجة مئوية خلال فترة النهار. لكن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون طبعا في انخفاض ملموس في قيم درجات الحرارة، والانخفاض ده أكثر محسوس في فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، يعني في أول ساعات الليل الأجواء بتكون معتدلة بشكل كبير، لكن هنيجي على ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر هنحس بالأجواء المائلة للبرودة، لأن احنا متوقع من بكرة الثلاثاء إن شاء الله يكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار وأيضا خلال فترات الليل نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس، وده بدوره هيؤدي لانخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل من 3 لـ4 درجات فترات النهار وأيضا فترات الليل. احنا بكرة متوقع عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع نهايات الاسبوع هتوصل كمان ل 29 درجه مئويه. بالاضافه كمان اليوم متوقع مع يعني وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه في بقى مناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه هيكون في فرص لسقوط الامطار، لكن هي فرص سقوط امطار خفيفه على مناطق المطروح في السلوم غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه على فترات متقطعه، وممكن نلاقيها في منطقه دون الاخرى يعني مش مؤثره تماما. بالاضافه كمان طبعا الشبوره المائيه ما زالت ظاهره جويه مؤثره، كان لحد الان في شبوره مائيه موجوده على بعض الطرق وخاصه الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، كانت كثيفه في بعض الاماكن زي وسطينا مدن القناه سواحلنا الشماليه الشرقيه، لكن صعب الكثير الشبوره المائيه هتختفي تماما، الرؤيه الافقيه هتتحسن على اغلب الطرق، يمكن زي ما قلنا من بكره هيكون كمان في نشاط للرياح هيساعد على احساسنا بانخفاض قيم درجات الحراره، لان احنا اليوم لسه مكملين في الارتفاعات الطفيفه، عندنا اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، لكن بكره ان شاء الله هيكون في تدريجي وجود نشاط للرياح فترات المساء ساعات الليل يساعد على تلطيف الاجواء. فمتوقع في الفتره الجايه ان شاء الله يكون في تحسن اكتر بكتير في الجو ويسود بقى الطقس الخريفي اللي احنا مستنيينه كلنا. كل الشكر ليكي الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 32 والصغرى 22، العاصمة الإدارية 33-21، الإسكندرية 30-21، العالمين الجديدة 29-20، مطروح 28-20، دمياط 29-23، بورسعيد 29-24، والإسماعيلية 33-21. السويس العظمى فيها 32 والصغرى 22، العريش 30-19، كاترين 28-13، طابة 31-23، حلايب 32-24، شلاتين 33-25، شرم الشيخ 35-25، والغردقة 35-25 أيضا.
الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 21، بني سويف 34-20، الوادي الجديد 38-21، أسيوط 36-21، سوهاج 37-21، قنا العظمى فيها بتسجل 39 درجة والصغرى 21، وهي أعلى درجة حرارة في محافظتنا النهاردة. الأقصر 38-22، أما أسوان العظمى فيها 38 والصغرى 24. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم درجات الحرارة في مختلف المحافظات. نرجع على طول دلوقتي لرجائي وباسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا ليك يا منه.